تاني قلت لا انا كان نفسي اخد الدور ده، حتى لو يعني الموضوع نفسه مش لازم طبعا اسم العمل يعني. عمل ندمت ان انا عملته فيلم كده الحمد لله ما اتعرضش اصلا الحمد لله، مش عارفه راح فين يعني، بس عملته كده وقت الثوره اللي هو ايه عايزه اشتغل وخلاص، فكان الورق انا اصلا كنت بقرا الورق وانا مش فاهماه، يعني انا مش فاهمه الورق ده عايز يقول ايه، بس عملت الفيلم ده مش فاهم. هم كان اسمه تحت السيطره الاول، بعد كده سموه شمال يا دنيا حاجه كده، المهم يعني هو تجربه الحمد لله ما اتشافتش، ربنا دفنها يعني. لكن دور كان نفسي اعمله وما عملتوش، يعني دور شفت فيه زميله وكان نفسي ابقى انا مكانها، ولا دور بصراحه. بس انا دلوقتي نفسي قوي اعمل صعيدي، يعني نفسي قوي اروح بقى ايه في المنطقه دي، لاني عمري ما عملت واحده صعيديه، فنفسي اعمل كده. لكن بصراحه ولا دور، دايما بشوف اللي بيعمل الدور هو لايق عليه. تمام. استاذ تامر طه بيسال ان كان في تحفظات من الاسكندرانيه، تاني قلت لا انا كان نفسي اخد الدور ده، حتى لو يعني الموضوع نفسه مش لازم طبعا اسم العمل يعني. عمل ندمت ان انا عملته فيلم كده الحمد لله ما اتعرضش اصلا الحمد لله، مش عارفه راح فين يعني، بس عملته كده وقت الثوره اللي هو ايه عايزه اشتغل وخلاص، فكان الورق انا اصلا كنت بقرا الورق وانا مش فاهماه، يعني انا مش فاهمه الورق ده عايز يقول ايه، بس عملت الفيلم ده مش فاهم. هم كان اسمه تحت السيطره الاول، بعد كده سموه شمال يا دنيا حاجه كده، المهم يعني هو تجربه الحمد لله ما اتشافتش، ربنا دفنها يعني. لكن دور كان نفسي اعمله وما عملتوش، يعني دور شفت فيه زميله وكان نفسي ابقى انا مكانها، ولا دور بصراحه. بس انا دلوقتي نفسي قوي اعمل صعيدي، يعني نفسي قوي اروح بقى ايه في المنطقه دي، لاني عمري ما عملت واحده صعيديه، فنفسي اعمل كده. لكن بصراحه ولا دور، دايما بشوف اللي بيعمل الدور هو لايق عليه. تمام. استاذ تامر طه بيسال ان كان في تحفظات من الاسكندرانيه، تاني قلت لا انا كان نفسي اخد الدور ده، حتى لو يعني الموضوع نفسه مش لازم طبعا اسم العمل يعني. عمل ندمت ان انا عملته فيلم كده الحمد لله ما اتعرضش اصلا الحمد لله، مش عارفه راح فين يعني، بس عملته كده وقت الثوره اللي هو ايه عايزه اشتغل وخلاص، فكان الورق انا اصلا كنت بقرا الورق وانا مش فاهماه، يعني انا مش فاهمه الورق ده عايز يقول ايه، بس عملت الفيلم ده مش فاهم. هم كان اسمه تحت السيطره الاول، بعد كده سموه شمال يا دنيا حاجه كده، المهم يعني هو تجربه الحمد لله ما اتشافتش، ربنا دفنها يعني. لكن دور كان نفسي اعمله وما عملتوش، يعني دور شفت فيه زميله وكان نفسي ابقى انا مكانها، ولا دور بصراحه. بس انا دلوقتي نفسي قوي اعمل صعيدي، يعني نفسي قوي اروح بقى ايه في المنطقه دي، لاني عمري ما عملت واحده صعيديه، فنفسي اعمل كده. لكن بصراحه ولا دور، دايما بشوف اللي بيعمل الدور هو لايق عليه. تمام. استاذ تامر طه بيسال ان كان في تحفظات من الاسكندرانيه.